حافظ احمد بصراوی صاحب ان کی بھی خیرت کلام پاک ہوگی. حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اپنی بستی کا کم سن خاری قرآن حافظ حمد باوزیر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خیرت کلام پاک سے آج کا آغاز کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الملك الخدوس السلام، الملك الخدوس السلام، الملك الخدوس السلام، المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون.